سلام ومحبة المسيح أحبائنا مشاهدي قناة الحياة ومشاهدي برنامج المرأة المسلمة حول العالم. أنا سعيدة جدا أني أكون معكم النهاردة من جديد في برنامج مباشر بعد فترة انقطاع عن أننا نكون في الاستوديو مباشر معكم. فالنهاردة أول حلقات برنامج المرأة المسلمة من الاستوديو مرة تانية. كنا معكم الأسابيع الماضية كلها من خلال الفيسبوك، كل يوم قناة الحياة بتقدم لكم بث مباشر جديد كان من خلال الفيسبوك. دلوقتي احنا رجعنا الاستديوهات، لكن ما زلنا هنستمر برضو نكون معاكم على البث المباشر من خلال الفيسبوك كل يوم. بكرة عندي ميعاد معاكم زي ما كنا، هتقابل معاكم على الفيسبوك في حلقة جديدة وبث مباشر جديد. النهاردة بقى كمان حابة أفكركم إنه بما إننا في الاستوديو دلوقتي فتليفوناتنا مفتوحة ليكم، تقدروا تتصلوا بينا وتشاركوا معنا بآرائكم ونسمع أصواتكم وآرائكم مرة تانية على البث المباشر. النهاردة عندي شهادة من عائلة المسيح عمل في حياتهم أمور عجيبة. حقيقي لما سمعت شهادة العيلة دي، الأخت غزلان وزوجها الأخ نورس اللي هتتقابلوا معاهم دلوقتي، الحقيقة يعني كانت صورة رائعة لعمل الرب منذ الصغر، إزاي ربنا بيرتب لحياتنا إن إحنا نلاقيه على الطريق وإنه يمهد أمامنا الطريق. النهاردة هتسمعوا قصة عن محبة الله في حياة هذه العيلة، ويعني ربنا يبارك الجميع بالشهادة اللي هتقدم اليوم لمجد اسم الله. هيكون معانا الأخت غزلان الأول وبعدين زوجها الأخ نورس. خلونا الأول نرحب بالأخت غزلان. أهلا بيكي أخت غزلان. هي مساء الخير أختي أماني. مساء النور حبيبتي، أهلا بيكي، نورتي برنامج المرأة المسلمة. جميل، إن شاء الله الرب يتمجد يا رب، وشهادتنا للرب يسوع لأخواتنا المسلمين إن شاء الله يا رب. وبتشكرك وبتشكر الطاقم وبتشكر قناة الحياة إنه تاحت لي هاي الفرصة الجد رائعة. أمين في اسم يسوع، بركة لينا يا أختي. غزلان أنت من المغرب، ويعني نشكر الرب من أجل المغرب، ونشكر الرب أنه الرب بيعمل أمور عجيبة في بلادكم دلوقتي. يعني كتير جدا من أخواتنا العابرين والعابرات من المغرب على اتصال بينا، عندنا برنامج خاص مغربي مسيحي، يعني في شهادات كثيرة تأتي من أرض المغرب، ودي حاجة بتفرحنا جدا، ولكم محبة وغلاوة خاصة في قلوبنا بالتأكيد. قوليلي انت حياتك في المغرب كان شكلها ايه، وازاي كانت بداياتك في فهمك عن العلاقة بالله؟ كلميني عن اسرتك شوية غزلان. انا من خلفية اسلامية طبعا، مسلمة سابقة، اهلي ابي امام جامع وامي ترتدي الخمار، واحنا من اسرة يعني متحفظة. ايوه كبرت بهاي الأسرة، يعني حتى عائلتي وكل شيء متحفز كان يعني. قوليلي رزلان، فرق بين انك تقولي عائلة متحفظة وعائلة متدينة. متدينة كانوا متدينين قوي، يعني بما ان والدك شيخ جامع، فيعني تعليم القرآن في البيت، تعليم الحياة الإسلامية مهم، كان هو بيعلمكم بنفسه؟ يعني أبي كان بيفيقنا 3 بالليل مشان نتوضع مشان نصلي صلاة الفجر، يعني متدينين من هالناحية كتير جدا. أنتي ليكي إخوات صبيان؟ إيه أكيد، إحنا 4، إحنا 2 بنات و2 شباب. وكنتوا كلكم تروحوا الجامع معاه مثلا؟ يعني احنا كنا انا واختي بنصلي بالبيت مع امي
وأبي بياخذ خواتي الشباب للجامع لأنه هو كان إمام جامع، فلا بد يكون متواجد. يا بس دان وانتي صغيرة رحتي المدرسة إيه درست الابتدائي بس. لحد الابتدائي؟ طيب ليه ما كملتيش؟ إيه يعني ما خلوني كفي، يعني البيت والبنت يعني قعدوني على بكير، وصار زواج قصري، يعني زواج وأنا صغيرة عمري 13. طب قبل ما ادخل في موضوع الجواز، هل التعليم في المغرب البنات لما ما بيتعلموش، هل الحكومة ما بتتدخلش في انه البنت لازم تكمل تعليمها؟ لا نهائيا، أغلبية المغاربة يعني الأغلبية اللي بالمناطق مو المدينة كلهم الأغلبية مو دارسين. وخاصة البنات، ولا البنات والشباب تقدري لا تقولي؟ الأغلبية البنات طبعا، لأنه البنات. البنت لازم تشتغل بالبيت تكون بالبيت. طيب كلميني بقى عن مرحلة جوازك، كان عندك كام سنة لما اتخطبتي؟ كان عمري يعني أنا انخطبت وتزوجت دغري، يعني كان عمري 13 12 ونص، يعني 13 كنت عند بيت زوجي. واو، يعني انتي يعني انا انتي شابة بنائك صغير يعني وضعيفة ما في بعرف يعني، ما بعرف شو يعني الزواج، يعني لا كمان يعني سبيل اقصد انه انتي صغيرة، جسمك صغير، ما انتيش طويلة مثلا وعريضة وكلام من ده، عشان يعني عند 12 13 سنة كان اكيد شكلك زي الاطفال. طبعا اكيد انا كنت طفله بعازه العب بعازه مو بعازه الزواج. طيب قولي لي، كنت تعرفي الشخص اللي اختاروه يتجوزي؟ لا لا هو اوكي كان ابوه رفيقه لابي. اوكي عملتي ايه لما قالوا لك هتتجوزي؟ ما فيني اعمل شيء، يعني خلص تتزوجي يعني تتزوج البنت، ما فيها تخالف مشاعرك الأبيض. الخاصة كانت ايه؟ يعني هل خفتي؟ هل يعني أنا بهداك السن يعني شوي بفكر إنه منيح، شوي بفكر إنه راح نعمل العرس، كان هذا تفكيري أنا في هذاك الوقت. بس المشكلة راح تبلش بعد، كيف علمونا هن من الصغر يعني. دي نقطة مهمة جدا اللي حضرتك بتقوليها، ان هم علموكوا كده، علمونا ان البنت لازم تتعلم تطبخ وتمسح وتنظف وبعدين تتجوز، اي طبعا يعني بأي وقت الأب يختار، هي ما عندهاش اختيار انها تقول لا. يعني هل كان في ذهنك مثلا تقولي لا طبعا انا مش عايزة الراجل ده، عايزة حد تاني، عايزة انتظر حد تاني؟ نعم أكيد إيه كانت عندي هاي الفكرة إنه يا ريت كان حدا تاني يعني حلو وكذا، لأنه هو ما كان حلو يا ما يعني يا طيب قولي لي، حصل ايه في فترة زواجك بقى؟ انتي 13 سنة، كانت حياتك فأنا شكلها ايه؟ تزوجت رحت عند بيت زوجي. أول شيء هن اتفقوا إنه أنا بتزوج بعيش لحالي. ايوه في يوم العرس يعني تخالفوا هن وعصبوا، فقاموا أخذوني وأخذوني عن بيت أهله، غير رأيه. غيروا رأيهم هن. بعدين عرفنا إنه لا ما كان في بيت من الأصل، يعني هو كان بده ياخذني على بيت أهله. فتفاجأت أنا إنه أهله كتار وبضيعة، وأنا عاملوني يعني أسوأ معاملة، يعني من ليلة العرس أصلاً أنا أخذوني بهذيك الليلة على المشفى بليلة العرس. عملوكي بقسوة فروحتي المستشفى، ولا يعني يعني لا بالليلة اللي حندخل أنا وياه بيسموها ليلة، يعني بيدخل أنا وياه، صار معي نزيف داخلي، صار معي أول ليلة هي من عزي. دي للأسف من الأمور المؤلمة اللي بتمر بيها كتير من بناتنا اللي في العالم الإسلامي النهاردة، قصة غزلان وقصص كتيرة سمعتوها على برنامج المرأة المسلمة بتحكي عن مآسي
الأطفال اللي بيدخلوا في زيجات بالشكل ده، لا هم فاهمين يعني إيه جواز، ولا أجسادهم مستعدة، ولا أذهانهم مستعدة، ولا نفسيا هم مستعدين. غزلان، الفترة قعدتي قد إيه متجوزة؟ ويعني لو عبرتي النهاردة عن معرفتك باللي بتمر بيه المرأة المسلمة واللي انت مريتي بيه في الوقت ده، يمكن ما كنتيش فاهمة ايه اللي يعني ايه اسباب الالم اللي انت بتمر بيها، لكن النهاردة انت فاهمة. لو بصيتي لورا تقدري تشرحي لي الحياة دي ازاي؟ أنا أول ما رحت بلش يعني أنا ما كنت أعرف أطبخ كثير، ما كنت صرت آكل قتل مشان الطبخ، صرت آكل قتل مشان أمه، صرت يعني هيك حياتي. فأنا عم بكبر معه لأنه أنا اتطلقت عمري شي 22 سنة، يعني قعدتي فترة طويلة متجوزة. فترة طويلة لأنه ما فيني أنا أرجع لبيت أهلي، فكل ما أزعل بروح على بيت أهلي بيرجعوني لعنده مرة ثانية. هذا بيت زوجك وهو ستره غطى عليكي ومن هالحكي. طب ما كل يعني كل الناس بتزعل، كل الناس بتتخانق، لكن ليه كنتي بتروحي عند أهلك، عند بيت أهلك؟ لا أنا ما كنت، لما تزوجت خلص أنا عرفتهم كلهم على حقيقتهم، هن كانوا أصلاً أخذيني مثل ما بتقولوا إنه لفاية يعني بالبيت شغالة يعني، ما وعم بكبر أنا وعم بفهم يعني إنه أنا ليش عم يصير فيها هيك، يعني ليش إحنا المرأة على طول بدها تطيعه للزلمة، صحيح تطيعه بأمور بس مو لهالدرجة، يعني إنه أنا مثل جايبني سلعة يعني. يعني إذا بده يبيعني ببيعني يعني بأي لحظة يعني. يعني ده شعور عدم الأمان اللي في العلاقة الزوجية عن طريق الإسلام، ما فيش بينكم تواصل. لكن انت كنت بتقولي إنه كان بيعنفك كمان. إيه كان عم يضربني كثير أنا يعني كل يوم، يمكن كل يوم يعني قتلة لازم آكلها هيك على الماشي يعني. والأهل تبعي ما عندهم مشكلة لأنه هذا إنه زوجك من حقه يعني. بس انا كنت افكر، انا بسال حالي كثير انا يعني انا ليش هيك، ليش وين هذا الرب اللي خلقني انا مشان اتعذب يعني. حبيبتي I'm sorry. انتي قلتي لي انه في مرة من المرات اهلك قالوا معلش كويس للبنت انها تتضرب، يعني كويس انه الست تتضرب من جوزها. طبعا ما هن عندهم انه هي بحبك يعني، اذا عم يضربك انه بحبك اوكي. يعني هيك تفكيرهم انه انت مرة يعني المرة ما عندها قيمة. لا، هو كلمة لكل اللي بيسمعونا النهاردة. على فكرة أهل المغرب بالذات بيسمعوا قناة الحياة كتير، وعائلات كاملة بتقعد تسمع. فأنا بقول لكل أب بيسمعني النهاردة إنه يعني ضرب الحبيب مش زي أكل الزبيب، زي ما بنقول كان المثل المصري يقول، لا الضرب إهانة، وانت مش عايز تدي بنتك لحد يهينها ويعذبها ويكسر نفسيتها ويكسر شخصيتها. فالضرب ده شيء ربنا مش عامله ابدا عشان يكون في يعني في صورة من التعامل بين البني ادمين، في استخدام عقل، في فهم، في محبة حقيقية اللي ما بتأذيش. قولي لي، انتي قلتي انه كنتي حامل بقى بعد كده وخلفتي، امتى خلفتي بنتك؟ أنا ولدت بنتي بال2002. 2002. كان عندك كم سنة؟ كان عندي تقريبا، أنا عمري 3، أنا عمري 3 يعني، أنا هلا خلاص عمري خلاص مش هنحسب. يعني 16 18 حاجة زي كده. يعني أنا قعدت معه فترة شي 5 سنين بعدين جبت بنتي. طيب ايه التطور بقى اللي حصل هنا؟ ولادة بنتك عملت فارق في حياتكم، فاحكي لي ايه اللي لا حصل. ما عملت فارق لأنه الفارق أكثر زاد تعنيف، لأنه أنا ولدت أول شيء بنت ما جبت صبي، هذا أولاً. أيوة. يعني لما ولدت حتى هذه العقيقة والسبوع والفرح يعني تبع المولودة أنا ما انعمل، عملوا لي أبي، بس أبي عملوا لي بس مشان العالم أيوة. شوف وعملنا، أوكي. بس هو ولا دم.
يا طيب، هل في الفترة دي انت يعني اولا عمرك قابلتي مسيحيين؟ تعرفي لا حاجة لا عن المسيحية؟ أبدا، بهذاك الوقت أبدا لا ما بتعرف. بعرف شيء عن المسيحية. بعرف المسيح إنه دول أوروبية هن المسيحيين اللي بيحكوا أجنبي، حتى اللي بيحكوا عربي أنا ساعتها ما بعرف، اللي بيحكوا أجنبي هدول النصارى اللي إحنا خط أحمر، يعني ما في هدول نصارى ويهود وكذا، ومن هالحكي يعني إحنا اللي تعلمناه من لما خلقنا. فالمغرب كان يجي سياح كثير من الأجانب، فإحنا بنعرفهم، فهذا يهودي أو هذا نصراني، هذا اللي كنت أعرفه. لو سألتك كنت بتفكري عن يعني ايه فكرتك عن الله في الوقت ده، وقت معاناتك، وقت ما كبرتي وانت صغيرة حاجة، لكن لما تكبري وتبقي عايشة حياة مطلوب فيها انك تعبدي إله انت مش فاهماه، كان مفهومك ومشاعرك ايه عن الله؟ أنا هذا هو المشكلة اللي صارت معي، يعني صرت أقول له وينك يا هذا الله الكبير اللي لازم تحله، ليش أعطيتينا هالظلم؟ إحنا ليش إحنا على طول إنه المرأة ناقصة عقل وكذا، ليش وينك يا رب؟ أنت رب عادل. أنا ساعتها بلش حياتي مع صراع مع الله، بدي أشوف هذا الله. امتى بدأت اول تلامساتك بقى مع حاجة عن الكتاب المقدس او عن الله في الاطار المسيحي؟ الكتاب المقدس أنا مثل ما قلت لك ما كنت أعرف عليه شيء، فبعد ما ولدت بنتي بفترة شوي صغيرة فقررت أتطلق، أنا ما اي ضل بالبيت تبع زوجي، ورحت عند بيت أهلي قلت له أنا خلص بقتل حالي، يعني إذا ما اتطلقت أنا بقتل حالي خلص، ام أنا عنده ميتة وعندكم ميتة، ما خلص. ام قبلوا وقعدت بس ورفعت عليه دعوة طلاق طبعا، وطلقني بعد فترة كمان. وتخيلي اختي اماني انه حتى بنته تخلى عنا يعني على العفش وكذا مشان اترك له انا المؤخر وهذا الشيء. نعم فانا ما عندي مشكلة لانه انا بنتي ما كان بدي اتركها ولا هلا بدي اتركها. يا وانتي انتي طلبتي ان هو يتنازل عنها علشان تفضل معاكي. ايه طبعا مشان تضل معي بنتي، لانه هي بنتي، وهو كان من نوع الطماع يعني ما اي عندي مشكلة. اوكي فقبل هو تنازلت له على كل شيء ورحت على بيت اهلي ووافقوا، بس نظرة المطلقة وكذا على طول كمان كلام وتسميع ولا تطلعي ولا تفوتي، ومرت علي كمان اوقات صعبة انا بهاي المرحلة كمان لما رجعت وانا مطلقة. نعم. تفتكري انه حياتك وانتي مطلقة في بيت اهلك كانت اصعب من وانتي صغيرة في بيت اهلك قبل الجواز؟ ايه طبعا اكيد، يعني وانا صغيره هي طفوله، كان امي وابي وانا ما عندي زلمه ولا شيء، كانت هي احسن يعني هالفتره، يعني في حب، في حب اللي كان من الاهل. بس انا قصدي انه الست المطلقه لما ترجع بيت اهلها بتبقى حياتها اصعب كتير، في ضغوطات اكتر عليها كتير. ايوه لما انا رجعت لعند بيت اهلي وانا مطلقه هون تبين كمان وش تاني، يعني ناحيه انت مطلقه وما في طلعه، ما تفوتي ما ترجعي، ما يعني ممنوع كل شيء ممنوع. مفهوم. طيب معلش انا هوقفك بس ثانية، غزلان معانا الأخ مصطفى من المغرب، خليني أخد المكالمة دي. أهلا بيك أخ مصطفى، تفضل. سلام المسيح معك. نعم الأخت الكريمة، أهلا بيك، أنا سامعاك، تفضل. أخ مصطفى، أنا من المغرب. نعم أنا من المغرب، أنا مسلم وقد سمعت لاختبارك. أريد أن أسألك، ما هو الشيء الذي وجدتيه في المسيحية ولم تجدينه في الإسلام؟ أمين. أوكي. أنا مسلم و نعم. يا أنت سمعت اختباري أنا، اختبار مقدمة البرنامج، ولا تقصد الأخت غزلان؟
لا مقدمة البرنامج، أقصد مقدمة البرنامج. طيب حاضر، أنا هرد على سؤالك بعد شوية، خلينا نخلص اختبار الأخت غزلان وبعدين هرد عليك النهاردة وبكرة كمان في الحلقة اللي على المباشر على الفيسبوك، هيكون عندي رد خاص في النقطة دي. أوكي، أشكرك على سؤالك أخويا مصطفى. طيب مع السلامة غزلان، كملي وبعدين انا هلاقي فرصه ارد على الاخ مصطفى بعد شوي. اوكي، انا اختي اماني ساعتها يعني كنت بحس باحساس فظيع، يعني ما يعني بيت اهلي، ضغوطات ونفسيه وكل شيء. بعد فتره تعرفت مع واحده رفيقتي، بس هي كانت بالمدينه في كازابلانكا، فتعرفت عليها شافتني كئيبة، تعرفت عليها مدة شوي كمان طويلة يعني مو قصيرة. طيب عطولي وينو هذا الله، وكيف صرت مثل يعني ما معترفة بانه بوجود الله، وعطول بدور على الله. ففي يوم اجت هي عندي جايبالي كتاب، قالت لي خذي هذا بترتاحي، ريه بترتاحي. فأنا قريت منه شوي، هو اسمه الكتاب المقدس قالت لي. إلا شو هذا الكتاب؟ الكتاب المقدس، هي أول مرة أختي أماني عم شوف الكتاب المقدس. أي فقريت منه شوي عجبني، بس من كثر اللي كنت أنا مضغوطة ونفسيتي تعبانة يعني ما اهتميت للموضوع. فجات يوم من الأيام حطيت أنا الكتاب المقدس، كان عندي بغرفتي طبعا، ما بعرف لقوه أهلي، ما حسيت أنا ماني عارفانة شو عم يصير، شو فيه يعني، لقيت كله عم يضرب وكله عم يقتل و يعني كله عم يضربني أنا ما بعرف شو هو السبب يعني. فعم يقولوا لي انه بدك ترجعي نصرانيه، وبغيت تسودي لنا وشنا، انت مسوداه وبدك تزيدي تضلي تسودي لنا وشنا وكذا. فكبرت الصراعات بيني وبين اهلي، فقررت انا انه اطلع من البيت خلاص يعني. لانه قالوا اختاري انه يا تعدي وتعقلي وكذا، ومع انه انا ما بعمل شيء غلط. هن شايفين وغلط، بس انا ما بعرف، فقالوا اطلعي خلص روحي. احنا ما بدنا انه تسودي لنا وشنا اكثر بزياده يعني. مع انك كنت بس بتقري الكتاب المقدس، انت ما كنتيش مؤمنه باي حاجه في الوقت ده، بس بتبحثي بس. ايوه انا بس كنت عم بقرا يعني، ما في شيء دراسي. ما بتعرفي انت شو بيعلمونا من الصغر، انه خاتم الانبياء وكذا، ما لأنه في ديانة تانية أصلا، في مخلص أو في شيء من ما كنت أعرف. سو إيه اللي خلاكي تتمسكي إنك تفضلي تقري الكتاب المقدس لدرجة إنك تخرجي من البيت؟ يعني السؤال ما بقدر أختي أماني جاوبك، بس هلأ أنا بقول مع حالي بذاك الوقت ما كنت عندي إجابة. بس لما عرفت بعرف إنه أنا كنت مثل خروف الضال، وهو كان بده يجيبني لعنده. هل في كلمات الكتاب المقدس كان في حاجة بتجذب قلبك لكن ما كنتيش عارفة هي ايه؟ طبعا كنت كتير، كله اصلا كل الكلمات اللي كنت بقراها كلها حلوة، كلها محبة، كلها يعني كل كلمات انا اللي قريتها، بس ما كنت بالضغوطات اللي كنت انا فيها أوكي. ما كنت أركز يعني. طيب المرحلة دي بقى يعني انت اضطريتي تخرجي وتمشي من البيت، ولقيتي شغل في سوريا، ايه اللي حصل بقى اول ما وصلتي سوريا؟ وصلت على سوريا، سافرت وصلت على سوريا بعد 4 أيام من وصولي إلى سوريا، كنت لساتني بالأوتيل بالفندق نايمة. عم نزلت على الصالون، في صالون تحت حد الأوتيل. فالتقيت زوجي نورس، هنيك أنا عرفت زوجي نورس.
طيب خلينا بقى بما انه دلوقتي قصتكم هتتشابك، خلينا نخرج مع فاصل، وبعد ما نرجع من الفاصل ده هيدخل معانا الاخ نورس ونكمل قصة عبور غزلان ونورس. قناة الحياة عملت لك اب مليان فيديوهات بتجاوب على اهم الاسئلة، تقدر تشيرها على فيسبوك تويتر او جوجل بلس، وكمان تقدر تتفرج على البث الحي للقناة من تليفون. ادخل على جوجل بلاي او اب ستور وداونلود الاب على تليفونك وخليك متابع معنا قناة الحياة. الحياة بيكم أحبائنا المشاهدين. هنرجع بقى مع الأخت غزلان وزوجها الأخ نورس. أهلا بيك أخ نورس. سلام المسيح أخت أماني. أهلا بيك عزيزي. ربنا يحفظك وربنا يباركك ويبارك مجهودك ويبارك قناة الحياة ويبارك كل المشاهدين. شكرا، ربنا يباركك. طيب احنا سمعنا في الجزء الاولاني المرحله الاولى في حياه غزلان. اخ نورس، لما غزلان قابلتك انت كنت عرفت الرب بقى في الوقت ده مش كده؟ ايوه. فهي قابلتك على انك مسيحي. ايوه. لكن انا عايز ارجع لورا شويه واعرف ايه اللي خلى الاخ نورس يعرف الرب او يبقى عنده اشتياق يعرف الرب. اخت اماني، انا نورس من سوريا، عمري 37 سنه، من دمشق. بنت بعائله مسلمه متوسطه. بعرف عن الدين اللي انا كبرت فيه، انه بعرف عنه الصلوات، بعرف عنه رمضان، بعرف عنه ليلة القدر، بعرف عنه الزكاة، بعرف عنه الأشياء اللي بنتعلمها بالبيت. يعني أهلي ما لهم متدينين كتير، متوسطين. واللي بعرفه كمان عن الدين اللي أنا خلقت فيه، يلي تعلمته بالمدرسة يعني. أي بقى كانت حياتنا بالبيت كتير حلوة، أهلي كانوا كتير طيبين، كتير مناح. يعني كبرنا نحن شابين وبنت، كبرنا بعائلة كتير فيها محبة، كتير فيها ألفة، يعني كان كتير منيح. بعد فترة من الزمن، يعني هي كانت يعني خطة الرب ومشيئته أنه خي يعرف الرب يسوع ويآمن فيه. ده أخوك الأكبر أو الأصغر؟ لا، أخي الأكبر. ممتاز. أنا أكبر واحد كنت. أوكي، يا. بقى خي عرف الرب يسوع وآمن فيه، قام أهلي هون دريو، وهن يعني أقل شغلة عملوها معه إنه قلعوه من البيت. وبي نكروا بالمرة يعني، وأهلي كلهم نكروه، وهذا مرتد وهذا ما بيصير. أيوه، طردوه من البيت. أي. بقى أهلي صاروا يحكوا يعني، والجيران والناس، إنه هيدا مرتد، هيدا ترك دينه، هيدا يحلل قتله، هيدا. أنا الحقيقة ما كنت يعني عندي فكرة كتير بهالموضوع يعني. بس إنه أنا انصدمت بأهلي، إنه كيف إنه بيتخلوا عن ابنهم يعني، وبينكروا ابنهم كرامة حياته هو بده يعيشها يعني. أي. لكن انت يعني المفروض اهلك اتصدموا لانه اخوك اهان الاسلام كده، فبالنسبه لك ده ما كانتش صدمه؟ هل ارتباطك باخوك كان اكتر من فهمك للجرم اللي عمله بالنسبه للمسلمين؟ اخت اماني، ما نحن قلت لك نحن ربينا بعيله يعني، كانوا اهلي يقولوا لي صلي،
يعني أهلي قالوا لي صوم، بس نحن ما كان عندنا هالضغوطات الكبيرة من ناحية الدين يعني. أيوة. بس أنا انصدمت بأهلي يوم اللي أهلي طردوه من البيت وتخلوا عنه. لو كان شو من كان عامل، ما في بي بتخلى عن ابنه، ما في أم بتتخلى عن ابنها كرامة سبب مثل هذا يعني. هذا أيوة. السبب هن بنظرهم كبير، بس أنا بنظري ما هو كبير، لأنه هي حياته وهو بده يعيشها. يعني نحن ربنا حطلنا عقل لمفكر فيه. أيوة. يعني هذا بالنهاية أخي. الفرق بقى في يمكن الطريقة اللي انت عشت بيها، الفرق في السن، الفرق في انك يعني بينك وبين أهلك انت ما تفهمش كتير عن الإسلام، لكن مع أهلك كان في عمق إسلامي ديني بيخليهم عارفين انه دي جريمة اللي عملها ابنهم. طبعا. أوكي. أيوة. طيب ده أثر عليك بعد كده إزاي؟ هذا أثر علي. أنا كنت حتى أنا وأخي بنشتغل سوا بنفس المحل، صرت أنا أروح نام عنده وأسأله يا أخي أنت كيف عملت هيك؟ يعني. كيف هيك سويت؟ عم بيقولوا أنك أنت يعني أنت مرتد عن دينك، يحلل قتلك، يحلل. قام قال لي يا أخي اعمل إذا تريد، يعني ما تحكي معي بهالموضوع، إذا حابب تعرف لا أنا أشرح لك، بس إذا حابب تسأل هيك ببلا تفكير أنا يعني ما فيني ساعدك. ايوه. قمت انا قلت له خيي اكيد انا حابب اعرف يعني انه شو السبب اللي صار معك هيك. هو هون صار يعني يعلمني، يشرح لي، يقول لي شو عمل الرب يسوع، يخبرني. صرت اقرا الكتاب المقدس انا وياه، صرت اقرا العهد الجديد كمان، صرت لاقي التسامح، المحبه، الإله اللي بذل حاله وانصلب كرامتنا، يعني كرامة الخطايا تبعنا، كرامة. صرت أنا قارن، صرت قارن أنا بين الكتاب اللي أنا خلقت عليه اللي هو القرآن اللي أنا كنت بس بسمعه، يعني أنا ما كنت كتير بستوعبه يعني. أيوة. أمين. وبعدين بعدين أنا بهالوقت هذا صرت حس حالي أني أنا عم بتغير داخلياً، عم بتغير، صرت إنسان تاني. أنا كنت الحقيقة كنت اللي يطلع فيه روح أضربه، يعني قد ما كان في عندي يعني ما بعرف شو كيف بيسموها، يعني إحنا منقلها كنت أزعر، يعني كنت مين ما تطلع فيه أتخانق أنا وياه، يعني كبرياء. أيوة. يا 100%. أنا هون صرت حس حالي إني عم بتغير، صرت حس حالي إني عم حب الناس، صرت حس حالي إنه من داخلي عم بتغير، بس شو السبب أنا ما عم بعرف. يا إمتى أخذت قرار بقى إنك فعلا تتبع المسيح؟ إيه كان في لحظة فاصلة؟ 100%. كان في لحظة فاصلة يلي أنا عرفت فيها حقائق كتير. أنا يعني قريت السيرة النبوية، عرفت السيرة النبوية، عرفت حياة محمد، عرفت الغزوات، عرفت إنه بكرة الواحد لما بده يموت عنده 70 حورية فوق، عرفت أنه الخمر، عرفت هذا حكي يعني هذا الحكي ما بيفوت بعقل واحد طبيعي، لأنه بالنهاية ما في حدا إله صالح بيشرع هالتشاريع يعني. ايوه. انا اخذت قراري وقلت له لخي انا خلص، يعني انا بدي امن، انا امنت بالرب يسوع وانا بدي اعترف فيه مخلص شخصي بحياتي. هللويا، نشكر الرب. اتفضل كمل. تفضلي. يعني الأخ مصطفى من المغرب دلوقتي سألني أنا شخصيا، أنت إيه اللي لقيتيه في المسيح ما لقيتيهوش في الإسلام؟ الحقيقة أنه السؤال ده أنا هوجهه لكم أنتوا كمان، لكن اللي أنت البداية بتاعته أنك وجدت علاقة شخصية مع إله تلامس معك، يعني دي ده فرق كبير جداً.
انه طبعاً. انك تكون بتعبد اله بعيد عنك مش عايز يتقابل معاك, انت تمشي على قوانينه بس مبتعد عن كل امور حياتنا, الا انك فجأة تعيش مع اله عايش في كل امور حياتك معاك. تفضل اخت اماني. هو يعني عمل الرب بحياتنا هو لوحده أي مؤمن أو أي حدا عرف الرب يسوع وعرف تضحية الرب يسوع yeah. عمل الرب حياتنا لوحده بيظهر فينا. نشكر الرب. يعني أنا صرت لقي تغيير كبير بحياتي, صرت لقي حالي زلمة كتير منيح آدمي ما بعمل مشاكل yeah. صرت لقي حالي عم بتغير. يعني انت خضيت نفسك بالتغيير اللي عمله ربنا بيك. يعني انت عارف انه لانه احنا كبشر احنا عارفين طبيعتنا وعارفين اخلاقنا وعارفين ردود افعالنا, محدش فينا صالح ولا حد فينا يعني كامل باي صورة من الصور, لكن التغيير اللي بيحصل في حياتنا عشان كده الكتاب المقدس زي ما بيقول انه الناس بيشوفوا الحياة اللي احنا عايشينها ويسألوا عن سبب الرجاء الذي فينا. هل انت شخصيا واجهت تعنيف من عيلتك لما امنت؟ اخت اماني انا لما امنت بالرب يسوع ما قدرت اعلن دغري لانه اخي كان صاير معه اللي صاير وطردوه من البيت, ما قدرت اعلن. ضليت استمر روح انا على الكنيسه انا وياه, وضليت لحد ما خيي سافر, ترك البلد وسافر. يا خفت على والدتك في الوقت ده؟ خفت على ماما. بابا بهالوقت هذا مات, بقيت ماما لحالها. انا خفت على ماما الحقيقه, كرامه الناس, كرامه الجيران, كرامه المقربين المتشددين اللي كانت بعائلتي يعني. طيب دلوقتي انت مؤمن وبتشتغل وبتروح الكنيسه وعندك حياه وعلاقه مع الله ما يعرفش عنها ناس كتير, فجاه غزلان جت عندك المحل. غزلان انت لما قابلتي نورس كنت فاكراه مسيحي مش كده؟ انا كنت فاكراه مسيحي, والصالون كان كلهم مسيحيين وبقرنا بسوريا كلهم مسيحيين هنيك, وعلى اساس هو اسمه روجي. طيب ايه اللي حصل بعد كده بقى؟ ازاي ابتدت انت علاقتكم تتطور وعلاقتك انت بالرب تتطور؟ يا انا ساعتها تعرفت عليه وصرنا اصدقاء, صرت انزل عنده على الصالون انا وياه. صار في مشكله في التليفون, معلش نقدر تتصلوا بيهم تاني يا ريت. طيب طيب اوكي معلش الخط قطع, هنرجع نتصل بيهم تاني. الحقيقة انه في قصة الاخ نورس وهو بيتكلم عن انه ما قدرش يعلن لامه, انا الحقيقة اثرت في الحتة دي, لانه كتير من العابرين بيشفقوا على الام والاب, وخاصة لما بيكون في حد تاني في العيلة. أذكر جدتي لما ماما أمنت وشافتني أنا كمان يعني ابتديت أقرأ في الكتاب المقدس, وماما بتحاول تشدني أو تعلمني عن المسيح أو حتى تتكلم معاها هي, يعني أذكر أن ده كان شيء بيؤلمها جدا, وكانت بتقول أنها مش تقدر تستحمل هتموت مننا يعني, وفعلا ده بيبقى صعب على الأهل. الأجيال القديمة ما كانتش عندها مفهوم حتة أنه حرية الاختيار, فدي يعني بيبقى أمر صعب قوي على الأهل. وأنا معايا دلوقتي بيقولوا لي أن معايا خالتي الأخت هدى السايح, بما أني بتكلم على ماما. أهلا بيك يا خالته. أهلا بيك, تفضلي. أهلا بيك يا أماني. انا ما سمعتش خالص حته ان انت بتتكلمي على ماما, احب اعرف. تبقى بيسمعيها بعدين بقى عشان غزلان ونورس دخلوا معانا, بس انا حابه اعرف تعليقك ليهم. اكيد انا حابه ان انا
اولا عجبتني غزلان قوي بطبيعيتها لانها طبيعيه جدا، واضح الامانه، واضح الامانه ومش بتحط الوان. يس ده حقيقي فعلا في شرحها. وكمان الاخ نورس، انا سعيده بالكابل جدا، سعيده بالاثنين قوي. نشكر الرب، ربنا يبارككم. امين، ربنا يبارككم حبايبي، وان شاء الله من مجد المجد تكون حياتكم. وعايزه ابارك لك يا اماني ان انت ان انتوا رجعتوا تاني على الهوا. شكرا يا حبيبتي، ربنا يحفظكم حبيبتي. شكرا. واصلا كمان ابارك لكم ان انت كنت واخده الدور، اخذتي الكورونا فيروس. ايوه شو بنتك. ايوه نشكر الرب على شفائك والسلامه، ورب شفاكم. نشكر الله، والف الف مبروك رجعكم تاني، وحشتونا. شكرا يا حبيبتي، ربنا يباركك، وانتم كمان ترجعوا للهوا في اسم يسوع قريب باذن ربنا. شكرا يا خالو. خالو بيقول لك البدايه حلوه قوي. امين، نشكر الرب، ما فيش احلى من شهاده لاسم يسوع. شكرا ليك يا خالتي. الرايت، ربنا معاك حبيبتي، الف سلام. مع السلامه. طيب انا مبسوطه انكم عرفتوا ترجعوا. طيب خلينا، احنا قدامنا حاجه بسيطه، وقت بسيط جدا. عايزه الجزء اللي ابتدى الرب يعمل فيه بقى في قلبك من خلال تعاملاتك مع نورس، وازاي ابتديتوا تتكلموا عن الرب. اتفضلي. سمعاني؟ فاحنا عرفت عليه صرنا أصدقاء أنا وياه، وصرنا نطلع ونرجع، وعرفني بأخوه جورج. أي تعرفنا مع بعض، يعني كبر الحب بيناتنا. نعم. وصرنا الكتاب المقدس، وصرت روح معهم مرات على الكنيسة بسوريا مع أخوه. طبعا هذا كله سرقة، يعني ما عم يشوفنا حدا لأنه هو ما بيقدر يروح. فبعد فترة تزوجنا، قررنا انه نتزوج. اوكي. طيب نورا، سؤالي ليك في نقطة الزواج ده، انت دلوقتي مؤمن بقالك سنة او اكتر مش كده؟ او يا تقريبا. لا انا سلي كتير من الوقت. يا قبل الجواز يعني يمكن سنة او سنتين. فانت عارف انه لازم تتجوز مؤمنة على الاقل، هل انت ازاي اخترت انك تتجوزها وهي لسه مش مؤمنه؟ اخت اماني، انا كنت شايف الايمان بوجهها، باسئلتها، بمعرفتها عن الرب. Yeah. كنت متاكد انه هي من اسئلتها، من الشيء اللي كنت شوفه فيها، كنت انا متاكد انه هي رح تصير مؤمنه. يعني انت كنت شايف تعاملات الله معاها؟ أكيد. أكيد كنت شايف تعاملات ربنا معها، وكنت بشوفها أنا، أسئلتها، حابة تستفسر أكثر عن الدين اللي خلقت عنه، واللي تعذبت فيه، واللي انظلمت فيه. بقى كنت أنا هذا كله شايفه فيها. طيب غزلان، انت دلوقتي لا كنت مسلمه ولا مسيحيه، لسه بتقري في الكتاب المقدس، عايشه مع شخص مسيحي مؤمن. تقدري توصفي لي الفرق بين العيشه مع زوج مسيحي وعيشه مع زوج مسلم؟ من عينيكي كنت شايفاها ازاي في الوقت ده؟ يعني هي ما بتنوصف، يعني فرق كبير. يعني من بعد ما انظلمت كثير، الرب يسوع عوضني بزوجي. كل الحب وكل الحنان وكل التواضع وكل شيء فيه، هذا كله بصورة ربنا يسوع، هو اللي علمه هيك. هاليلويا، امين. طيب خليني معلش هاخد مكالمة. مين معانا؟ اخ جرجس، اهلا بيك اخ جرجس، اتفضل. الخط قطع. طيب معلش، يمكن يرجع يتصل تاني. طيب كان عندك تعليق نورس، اتفضل، على موضوع الجواز. على موضوع الزواج، قلت لك انه انا كنت اشوف غزلان من اسئلتها، من يعني كنت اشوفها انها يعني ما بقي لها الا القليل، وتعرف الحقيقه. امين، وتامن بالرب. كنت بتصلي من اجلها؟ بصلي من اجلها، وبصلي من اجل اهلي.
وبصلي من أجل ماما كنت و... yeah. وبصلي بصلي لكل العالم يعني مثل ما ربنا وصانا. yeah. أمين. طيب بعد كده المرحلة دي بقى كانت ابتدت تحصل تغييرات في الشكل السياسي للحياة في سوريا والعراق والدولة الإسلامية والكلام ده، ابتدى يحصل فيه تغيير بقى، دي نقطة تحول في حياتكم. خليني أروح لك أنت الأول، إيه اللي حصل كان علامة تغيير كبير بقى، بداية تغيير كبير في حياتكم؟ أخت أماني، هي صارت أنه أنا تزوجنا كتر خير الله وجاينا بيبي وكنا كتير مرتاحين ومبسوطين، وبلشت الأزمة بسوريا والأحداث تكبر بسوريا. أيوه. هون بيوم من الايام انا كنت طالع اجيب لي شويه اغراض للبيت، بيقوموا كان في مظاهره طالعه، بيقوموا بياخذوني يعني بالعجقه، انا لا دخلني بالمظاهره ولا دخلني بشيء. ايوه. وهذيك الايامات اللي كانوا عم ياخذوه يعني ما عم يرجع. طبعا انا كنت بالسجن يعني كنت اقعد صلي واحكي مع الرب يسوع، وكان انا في خوف بما اني بني ادم يعني، بس كان في على طول شيء بقلبي يطمني ويقول انه ما تخاف ما تخاف. هون كانت الفرحه الكبيره والزعله الكبيره بنفس الوقت، اني انا كنت موقف محبوس، بس الفرحة الكبيرة هون انه غزلان هون لح تعرف عظمة الرب يسوع وتعرف محبة الرب يسوع وتعرف مواعيد كيف الرب يسوع وعدنا وما بيتخلى عنا. yeah. طيب غزلان انت احكي لي بقى الجزء ده. انا كنت حبلي ببنتي سما الكبيرة بال2011، هي بداية ال2011. أيوة. هو أخذوه. المهم أنا كنت ما عم صلي ما عم بعمل شيء أول قبل ما ياخدوه يعني، بس لما فات هو قلت أنا بدي أجرب صلي، بس راح صلي يسوع أنا وشوف، ومن أنه أشوف هذا الرب اللي هو كتير كثير عجبني بالكتاب وكثير باللي عم بسمع عنه وشو عمل وشو سوى من اجلنا. اي فانا لازم هلا راح اعمل الاختبار تبعي. فانا صليت بهداك اليوم، صليت كثير وانا راح اولد. فبالليل انا شفت حلم انه قال لي رب يسوع عم يقول لي لا تخافي انا معك. راح يطلع نورس من السجن. ففقت الصبح وانا على امل، وبنفس الوقت بقول يمكن حلم مزبوط مو مزبوط، بس جاني وجع الولادة صحيح بعد يومين ثلاثة أربعة من الولادة يعني الحلم. يعني الوجع كنت انا لحالي هذاك اليوم، كانت حماتي منا معي بالبيت، ما في حدا معي بالبيت. الجيران اخذوني على المشفى. ففت على غرفه العمليات، فلما طلعت لقيت حماتي دقوا لها تليفون وعم تستناني. اي فهي الفرحة الكبيرة بالرب يسوع وبالنورس وببنتي الجديدة من بعد ما تركت أنا بنتي الأولانية. أيوة حبيبتي. يعني قالت لي طالع هو من المحكمة زوجي طالع. فأنا عرفت إنه الرب كان واقف معي وهو هذا الرب الحقيقي الصالح يعني. yeah. هذا الرب يسوع مثل ما وعدنا ووعد أولاده إنه ما يتركهم وما بيتخلى عنه. هللويا المجد للرب. ودي كانت دي رجوع زوجك والعلامة اللي انت طلبتيها من الرب وميلاد بنتك كانت بداية
تعاملات الرب معاكي او اللي انت فهمتيها او اللي انت قبلتيها وبداية حياتك مع الرب. خليني اخد مكالمة وهرجع تاني نكمل. طيب معلش الاخ جرجس احنا اسفين مش عارفين ليه الخط بيقع، لكن طبعا سعيدة انك تكون بترجع تتصل بينا تاني، لو قدرت بنرحب بيك. انت قلتي حاجة مهمة قوي، انا عايزة اقف هنا واتكلم معاكم انتوا الاتنين. انتوا دلوقتي عندكم تلات بنات، نشكر الرب مش كده؟ نشكر الرب عنا سما وجوليانا وليليان، ربنا يخليهم لك حبيبتي ويبارك في حياتهم. لكن واحنا بنتكلم وبنعد هنا اتكلمنا عن بنتك الكبيرة، و يعني اللي مريتي بيه من اضطرارك لانك تسيبي بنتك الكبيرة في مكان وتسافري من غيرها طبعا بعد الايمان، ما حصل حالة انقطاع بينك وبين العيلة، ده بيمر بيه ستات كتيرة واباء، مش بس ستات، اباء وامهات من العابرين والعابرات اضطروا ان هم يبعدوا عن ابنائهم لانه ما فيش اختيار غير كده. ف يعني رسالتك انت كأم لبنتك الكبيرة، ياريت تديها رسالة من قلبك، دي فرصتك انك تكلميها لانه غالبا انت ما عندكيش اي اتصال بيها مش كده؟ لا ولا شيء. كلميها من قلبك، قولي لها رسالة محبة ليها. انا مروة انا ما تركتك بخاطري او تركتك لانه ما بحبك، لا انا تركتك غصبا عني، وانا هلا انت بنتي عطولي، عطول انا ببكي مشانك وعطول انا بتذكرك، ورب يسوع الا ما راح يجيبك لعندي شي يوم، ولا تصدقي اي كلمه بيقولوها عني عاطله، لانه انا بعرف انه عم يتقال عني كلام عاطل وانه تركت بنتي اكيد. يعني انا بحبك كثير وان شاء الله بشوفك في اسم يسوع. نورس عندك حاجة تقولها لمروة؟ أنا بقول يعني بطلب من ربنا إنه ربنا هيك يجمعها بأمها، وبطلب من الرب يطلعها من الظلمة اللي هي فيها. أكيد رح تكون بالظلمة هي مع يعني مع المكان اللي هي عايشة فيه. بطلب من الرب يسوع هيك يطلع على النور يا رب. آمين آمين آمين، ويجمعكم في اسم يسوع. خلينا نصلي من أجل مروة ومن أجل عيلتك ومن أجل عيلتك كمان يا نورس. يا رب احنا بنشكرك على محبتك اللي وجدت غزلان في مكان ما كانت في المغرب، واللي وجدت نورس في سوريا، والأهبت الطريق للاتنين ان هم يعيشوا معاك انت حياة مقدسة، وانه يكون ليهم مستقبل في خدمتك، وانه يكون ليهم قلب لخدمتك. يا رب بشكرك من اجل حياتهم، بنصلي من اجل مروة، بنصلي من اجل انها تجد الحق في والحياة والمحبة في معرفتك انت شخصيا، انك انت تجدها مكان ما هي يا رب، وانك تجمعها بعيلتها اللي انت كبرتها الان في اسم يسوع. خلوني اسالكم انتوا، طبعا بدايه انكم تكونوا متحدين في الرب يسوع فعلا هي بدايه خروجك من السجن وميلاد بنتك الكبيره وايمان غزلان، لكن الامور يعني بعد كده صعبت كتير جدا. احنا قدامنا 3 دقايق نقول للمشاهدين فيهم عن الحلقه اللي بعد كده، لانه في الحلقه اللي جايه احنا هنتكلم عن ازاي تعامل معاكم الرب في التنقلات كمهاجرين من بلد لبلد، من واجراءات كثيره ومشاكل كثيره، ولكن رفعه ايضا كثيره ومعجزات على الطريق. حلقه النهارده اسمها عائلتي وقارب النجاه. قارب النجاه لعائلتكم كان المسيح. ف يعني لو عايزين تقولوا حاجة عن المرحلة دي سريعة كده، بس ندي لمحة للمشاهدين عن اللي هيحصل بعد كده. خلي نورا تفضل. أخت أماني، أنا بعدين طلبوني على الجيش، أيوة على الاحتياط يعني،
وقبل ما يطلبوني على الجيش صار معي أنا مشكلة، يعني أنه شافوني طالع من الكنيسة، حدا من قريبيني شافني طالع من الكنيسة قام تهجم علينا على البيت وسحب السلاح علي، يعني سحب السكين وكان بده يقتلني وما قدر يقتلني لأنه وقفت ماما بوجهن يعني وهددني يقتل أولادي كمان. كان وبعد منا اجاني انه انطلبت على الجيش، هون كانت خطة الرب والرب عم يعمل فينا كرامة انه نطلع من البلد وربنا يخلصنا من المأساة اللي كنا فيها يعني. طيب خليني اسألكم، يعني خلينا الاول ندي تنويه للمشاهدين، يوم الجمعة 26 هنكمل اختبار نورس وغزلان واللي الرب عمله معهم في المرحلة القادمة، لكن النهاردة لو تحبوا تشجعوا العابرين والعابرات اللي لسه في بداية الطريق، عايزة كل واحد منكم يقول كلمة للعابرين. أروح الأول لغزلان، تشجعي بإيه الستات اللي لسه بيدوروا في بداية البحث، اللي لسه في بداية طريقهم مع الله، تحبي تقولي لهم إيه؟ أنا بقول لكل إخواتي المسلمات إنه يدوروا ويفتشوا وما يتنزلوا على حقهم، لأنه إحنا ربنا أعطانا، ربنا بيحبنا، ربنا صالح، وربنا ما خلقنا مشان نتعذب ومشان نكونوا بأقل مستوى. احنا انا بطلب منهم يدوروا على الرب الصالح، الرب الحقيقي، مشان يعيشوا حياتهم مع الرب الصالح. امين. انا بطلب من كل المسلمين يدوروا، سواء رجال سواء نسوان، يدوروا على الرب الصالح، هن اللي بيلاقوه وبيشوفوا شو راح يتغير فيهم. امين امين. نورس عندك كلمه سريعه. أنا بطلب من كل المسلمين أخواتنا إنه ربنا يساعدهم ليطلعوا من الظلمة للنور مثل ما طلعني من الظلمة للنور. ونحن بنصلي لهم دايما وبنقول لهم فتشوا على الحقيقة بتلاقوها، لأن الحقيقة ما أنا مخباية، بس بشوية قراية وشوية اطلاع بتلاقي الحقيقة واضحة. أمين أمين. كتر خير الله، ونحن بنتشكرك وبنتشكر قناة الحياة، ربنا يحفظكم وربنا يبارككم ويبارك المشاهدين كلها. امين. شكرا. كتر خير. شكرا أعزائي، ربنا يبارككم، وهيكون لنا لقاء بعد أسبوعين في اسم يسوع. سلام ومحبة ليكم جميعا. أنا بشكركم جدا أعزائنا أنكم يعني النهاردة تابعتوا وشاركتوا معانا. سعيدة انه نكون رجعنا معاكم على الهوى النهاردة، وبرجع افكركم انه برامجنا اليومية مستمرة على صفحاتنا جميعا في الفيسبوك. أوكي. الى اللقاء.